الشباب المغربي علاش ما كيشاركش في السياسه؟ الشباب المغربي علاش ما كيشاركش في السياسه وعلاش ما كيمشيش انت؟ نجيو واضحين، عارف بان السلطه ما كانش في هذاك الحزب اللي غادي يمثلو. نعطي واحد المثال، العداله والتنميه، كيقول لك حزب الاسلام عنده مرجعيه اسلاميه، برنامج بين الاف الاقواس اسلامي، الان المهرجانات، موازين، الخمور كتباع، مجموعه ديال الحوايج في الدوله ديالو اللي كيقول لك عندهم مرجعيه اسلاميه كتفرض. بغينا ملي اللي كنضربوا به الملكيه البرلمانيه، بغينا ملي يطلع واحد الحزب اسلامي نحسوا بواحد النفحه اسلاميه، نحسوا فعلا بواحد التغيير. بغينا ملي يطلع واحد الحزب اشتراكي نحسوا بالبرنامج الاشتراكي فعلا كيطبق. الان عندنا كل شيء مخلوط، عندنا الان المخزن باش نكونوا واضحين، المخزن الان عنده بوادر حيد هاد الحزب دار هذا، كيدير الان مكياج المنتدى الدولي، وخير دليل انه المغرب كب العضويه ديالو في المجلس ديال حقوق الانسان، وكب العضويه بوركينا فاسو وكينيا. مازال كاين المعتقلين السياسيين معتقلين الراي، مازال باقي المعتقلين ديال حركه 20 فبراير في السجون. هادشي واقع كنعيشو، مازال الزواقة والكلع في الرباط وفي جميع المدن، مازال العصار والزواقة كاينة عاد لحد الآن. أشنو تغير؟ وعلى ما كنديروش مبادرة كوحل أو لا كنشوفو البلاد مظلمة، هذا واقع كنشوفوه كيتجلى واقع يومي. حكومة شعبوية دارت جميع القرارات لا شعبية، مزيانة في الأسعار هو. هذا الواقع، ملي الشاب المغربي يحس ان الصوت ديالو فعلا انه غادي يغير غادي يمشي فعلا. في تونس في ناس ما كانوش كيصوتوا، ولكن فعلا ملي يحسوا ان كاين واحد التغيير الفعلي مشاو صوتوا هما الاولين. الديمقراطيه هو امر من المدن الديمقراطيه في العالم، ما كاينش شي ملكيه برلمانيه ما نقدرش نقول، كاين ملكيه برلمانيه تكون فيها السياده للشعب. الشعب هو مصدر كل السلال، هذه هي اللي كاينة. ما كاينش شي حاجة الآن هاد الزواق وهاد المكياج اللي كنسوقوا للمنتدى الدولي. هذا رجع الكلام اللي قال السي مولاوي حول الحزب الشرقي الموحد. حنا كحزب الشرقي ما كنديروش القطاع مع النظام، ولكن كنديرو الآن المقاطعة. إيه كنا كنشاركوا في الانتخابات، كنا على قتيل ديالنا، الآن وضعية جديدة، الآن الثورات العربية، الشعوب انتقلت من ديكتاتوريات كبرى وطيحت في أرضنا. من حق أي مغربي يطالب مغرب كيتسع لنا كاملين، مغرب اللي كتسود فيه الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أعتقد أن ما بغيتش نطول عليكم، كنحس الناس عليا شوية، وشكرا.